والبقى والله يا ابو مرحبا. عطنا اسم الله يحفظك. زايد المنصوري. ونعم يا زايد. ما عليك زود الله يسلمك. كل السيارات هذه يقول احنا جماهير زايد. صحيح. صحيح. مشارك. نعم مشاركين في مشاركين في المهرجان الله يسلمك. طيب شو مشارك في المحليات ولا في لا والله مشاركين في المجاهيم. في المجاهيم. نعم. طبعا اول سنه يفتح المجاهيم في سويحان. صحيح. الله يوفقنا. يا العمر هو طوال حطوه من سبحان لين الظفرة. يا الله الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيه الصحة والعافية رب العالمين. شريت جا صفقات يا نعم. زايد. شاري اللي يا حبيب العين لقية. ايه. وجايه اليوم إن شاء الله على الطريق. ما شاء الله. الله يجزيك خير. كل المشاركين معكم في السنة. يلا بالتوفيق. يلا بالتوفيق. بس. المجاهيم إيش تقول لهم؟ والله التحدي شغال. شغال. شغال التحدي والله التوفيق عند الله إن شاء الله. الله يوفقنا وياك يا رب العالمين. يا رب يطول عمرك. وعمرك وعمرك يا أبو سيف. لا أنت. الله يسلمك. قلب الله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها ميراثها النار العز ورجال الفعل. يا حريز مساك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا بك. الله يحييك ويسلمك. يا مرحبا. حريز طبعا انت مغطي الميزان من بدايته. عطنا الحصيله. أول شيء نشكر قناة الغساس على تواجدكم اليوم في سويحان. بشرك المزاينة قبولها طيب. من سنين نحن ما شفنا الغبال بهذا الشكل ما شاء الله. صراحة غبال طيب مش من الإمارات، من دول الخليج، من السعودية، من قطر، من الكويت، من البحرين، من كل مكان. أنا أول مرة من سنين معاش المزاينات هذه السنة بداية قوية. نحن اليوم بتقريبا باقي 6 ايام 5 ايام من المزاينه ما شاء الله. حصلنا من قطر، حصلنا من السعوديه، من كل مكان، والكل شاكر. والمزاينه بدايه تقويه ومستبشرين بالخير. واول مره نشوف مشترى يجي في الصيف. كنا المشترى يجي اثناء المزاينه، حاليا المشترى من الصيف ولا زال المشترى مستمر ان شاء الله. وش المشتروات اللي حصلت؟ والله ما يحتاج اليوم، ان كان بالمقر اشترى طويل العمر من السعوديه باللبدان وبالنادر اشتروا في حلال. لو نعد لك صفقات ما شاء الله من الامارات مني تقريبا فوق 40 فرديه او 50 فرديه، راحت مبالغ كبيره ما شاء الله. وعاده موجود الامارات مصنع للفرديات. اكيد. من المشاركين اللي وصلوا حاليا؟ نعم. في الفردي ولا كجمل؟ في الفردي والجمل. الفردي ما شاء الله وصلوا كل اللي بيزاين وصل اليوم. نحن حصلنا من قطر، حصلنا من السعوديه، حصلنا من هناك. هناك اسماء بتذكرهم من كبار المشاركين؟ ما شوف هالفرديات اليوم ما يعني ما اقدر اذكر لك باسم معين، لكن في ناس وايدين موجودين هني ومشاركين. الله يوفقنا وياك. والله يوفقكم ومشكورين على تغطيتكم. جزاكم الله خير. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. معنا محمد بن سليم الباع العامري وهو احد المشاركين في ميزانيه سويحان. طبعا مساك الله بالخير. مرحبا الساعه. الله يحييك. مرحبا. الله يحييك. طبعا محمد السنه هذه عندكم اربع ميزانيات وجاتكم ما شاء الله على طبق من ذهب، وش تقول بهالمناسبه؟ الله يطول عمر شيوخنا، ما قصروا داعميننا وللمهرجانات بشكل عام. طبعا انت هو المزاين هو ميزان سويحان. اي نعم. وهناك جمع نقاط ان شاء الله. احنا ان شاء الله مشاركين في ميزان سويحان، والميزانيات ان شاء الله مقبله، ونحن ان شاء الله جاهزين. وش المشاركة فيها في سويحان؟ والله إن شاء الله بتكون مشاركتنا فعالة في الحقائق، في الكبار، في اللقايا، في الإذاع، في الثنايا. نتمنى التوفيق لنا وللجميع. في أول سنة يفتحون المجاهيم في سويحان؟ إيه نعم صحيح. مشاركين في المجاهيم ولا في لا مشاركين في المجاهيم إن شاء الله. المجاهيم؟ إيه نعم. طيب أعطني أخبار الصفقات، البيع والشراء. والله إن شاء الله في صفقات مستمرة. إيه. وللجماعة المشاركين وشارين، ونتمنى التوفيق للجميع. كم شريتوا؟ والله إن شاء الله مشاركين و دائما انتم ما تفصحون يا اهل البلع عن الشراء وعن البيع، ولكن ترى هذا من حسنات السوق انك والله ان شاء الله. ان شاء الله اذا تمنا ان شاء الله المشاري احنا ما اخبركم. من المشارك معك في المياهيم؟ والله مشاركين وايدين. المزاين طال عمرك المهرجان ديها كبير. نعم. واعداد السكان كبير جايين. نعم. حد من السعوديه وفي من الدول الشقيقه ومن قطر مشاركين ان شاء الله كثير. اتمنى لكم التوفيق والنوال ان شاء الله. وياك الله يطول عمرك ان شاء الله. شكرا لك. الله يطول الله يعطيك العافيه. شكرا. مرحبا.
علي بن عدوه. الله يبقيك. عطنا الاسم الله يحفظك كامل. السر محمد بن عدوه. ونعم. وعليك زودنا في دخلك. شلون الشيبان عسام طيب؟ طيبين يجعلك طيب. طيب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك. مشارك في سويحان. إن شاء الله بإذن الله. عطنا علوم المشاركة. والله المشاركة معنا مهجنات. إي. باسم صاحب المنقية ذيب محمد بن عدوه. إي ونعم. الله يوفقنا وياه. نعم. وإن شاء الله بيجيك علومها بالناموس بإذن الله. إن شاء الله. طبعا مشاركين في المزينات كلها اللي هي أربعة إن شاء الله بإذن الله. رجال الظفرة وبدايتها من سويحان طبعا. بدايتها من سويحان. طيب وش تقول في النقاط يا ابن عدوه؟ هناك جمع نقاط يعني تحتم على المشارك إنه يجمع نقاطه حتى يشارك في الظفرة. والله أشوف إن النقاط أسهل وأفضل من لأنها يسهل على صاحب البيرق بالنقاط بتكون حتى على حصوله على البيرق تكون يعني راضي بالنتيجة تماما. حلو. طيب أعطونا علوم الصفقات والسوق والله يا والله يا أبو سيف الصفقات ما أنا عارف عنها شيء وحنا تونا واصلين اليوم. أي نعم. أي والله والله يبارك المنباع ومن شاء الله. آمين يا رب. الله الله. شكرا لك يا رب. الله يعطيك العافية يا أبو سيف. الله يحفظك. معجب محمد بن عدوه. تونا نعم يا معجب. سجلت؟ نعم سجل الله يحفظك. كيف آلية التسجيل؟ والله تسجيل لله الحمد آليتهم سلسة وتمام لله الحمد. وش طلبوا عليكم؟ والله طلبوا صورة الهوية صورة رقم الأيبان صورة نعم. شخصية فقط. كم أخذت وأنت تسجل؟ ولا ثلاث دقائق. ما شاء الله. لك بالتوفيق ان شاء الله والناموس ان شاء الله. شكرا لك الله يطول عمرك. دائما حاضر بجميع المهرجانات. طول عمرك قرب الميكروفون الله يطول عمرك ويسلمك. الله يحفظك ابو سيف. بالله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها وقمك دار